من سفر الأمثال تقول الخلاص بكثرة المشيرين. يعني إيه؟ جالك كلام قلب كيانك، كلام مديح، طب ما تجري على أب اعترافك وتقول له أنا سمعت كلام مديح، يقوم يقول لك وانت مش عارف نفسك، تعال نفتكر انت ايه. واخدين بالكم هنا عمل ايه؟ طلع الهوا كل اللي دخل في البالونه. واخدين بالكم؟ فقت. ليه؟ كلام كان هيضرك، او سمعت عن مشاكل والمشاكل دي وترتك وخلتك واخد موقف من ناس. طب بالراحه بالراحه بالراحه، اقعد مع ناس عاقله كده، خليهم يوزنوا معاك الكلام اللي سمعته. ادي المشيرين. تبص تلاقي لا، الموضوع مش كده خالص. يبقى إذا معرفتش تدبر قلبك لوحدك، معرفتش تعمل الفلتر لوحدك، ما تعلمتش حكمة الاستماع، شوف حد يغربلك الكلام اللي بيدخل لك. انتوا بتعملوا الكلام ده كأمهات، لما بيرجع الطفل من المدرسة الأم الحكيمة بتعمل ايه؟ بتسمعه، حصل ايه حبيبي في المدرسة؟ قالوا ايه؟ قلت ايه؟ فتقول له الكلمة دي بلاش، دي شتيمة وحشة، النكتة دي ما يصحش يقولوها أولاد ربنا. إيه اللي بيحصل هنا؟ هو ده خلاص بكثرة المشيرين. إنما لو الأم قاعدة تضحك على كلام ابنها اللي بيجيب من الشارع ويحط في البيت، الغبي يصدق كل كلمة. لازم تعمل غربلة، هي تعتبر مشير لابنها في الحاجات دي، بتظبط اللي بيدخل على دماغه. احنا كلنا محتاجين ده في كل حاجة. على فكرة عرض جاي لك في شغلك، عرض مغري جدا، قبل ما تاخد قرار في كونسلتنت ترجع لهم كلام ده يا جماعة شكله مغري قوي، يقولوا لك استنى استنى ده في ثغرة تضيع. انما لو خدت في وشك واندفعت، الغبي يصدق كل كلمة. فهمت انا اقصد ايه؟ اذا حكمة الاستماع، اسمع ومخك شغال كويس، في نفس الوقت الجأ لمن يفهم في اي موضوع. كل موضوع له ناس اللي بتفهم فيه، في التربية في ناس، وفي الشغل في ناس، وفي الحياة الروحية في اب اعتراف وكل حاجة. روح عشان توزن اللي بتسمعه ده، اللي بيدخل ده يطلع يدخل مظبوط كله. عشان كده بعلمنا بولس يقول ان كان لكم ربوات من المرشدين، يعني هو موافق على المبدأ ده، انك تسمع لناس كتير قوي وتسترشد بناس كتير قوي، لكن ليس اباء كثيرون. اكتر واحد يفرق معاك ابوك الروحي. ليه؟ لانه ده فهمك وعارفك ودفنينه سوا. ها، دفنينه سوا، محدش يفهم بقى غير الكلام ده غير انت وابوك. الناس تقول ما تقولش، ده موضوع تاني. ليس اباء كثيرون، انا ولدتكم في المسيح يسوع. او يقول ايه؟ فاكرين في قصة أخي توفل؟ كان في اتنين مشيرين، كان في كذا مستشار، اختارهم أخي توفل، وأخي توفل وحش. فداود عمل حركة جميلة قوي، قال له حشاي صديقه خليك ضمن مستشارين أبشالوم، بعد ما أبشالوم قام بثورة عليه. فهنا اللي أنقذ داود الحياة حشاي، لأنه بيحب داود، قال مشورة وزنت المسائل كلها. قال له ابوك داود راجل حرب من زمان ومش سهل، وهيستخبى في الجبال ومش هتعرف تطوله، وتأنى خالص عشان تروح تموته، مش هينفع بالسهل ده، وده فرصة لداود. انا اقصد ايه؟ الجأ للمستشارين اللي ممكن ينجوك من قرار فظيع تندم عليه العمر كله، من تقدير خطأ لموقف، من انك تصدق شخص يكلفك كتير قوي، او تصدق كلام يضيعك. هنا تحتاج إلى مشيرين.